بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. إخوتي الكرام في سورية الحبيبة، موضوعنا اليوم حرية الرأي في الإسلام. حرية الرأي تعني حق الفرد في اختيار الرأي، الرأي الذي يراه في أمر من الأمور العامة أو الخاصة، وإبداء هذا الرأي وإسماعه للآخرين، وهي حق للإنسان في التعبير عن أفكاره ومشاعره باختياره وإرادته ما لم يكن في ذلك اعتداء على حق الآخرين. وحرية الرأي حق مكفول للمسلم وثابت له، بل إن حرية الرأي واجب على كل مسلم أن يطالب بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد، ولا يجوز أن يتخلى عنها، لأن الله تعالى أوجب عليه النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يمكن القيام بهذا الواجب ما لم يتمتع المسلم بحق إبداء الرأي وحريته في إبدائه. فكانت حرية الرأي له وسيلة إلى القيام بهذه الواجبات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الحارث الغطفاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، شاطرنا تمر المدينة. قال: حتى أستأمر السعود. فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خثيمة وسعد بن مسعود، فقال: إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وأن الحارس يسألكم أن تشاطروه تمر المدينة، فإن أردتم أن تدفعوا إليه عامكم هذا حتى تنظروا في أمركم بعده. قالوا: يا رسول الله، أوحي من السماء؟ فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك أو هواك، فرأينا تبع لهواك ورأيك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء، ما ينالون منا تمرة إلا بشراء أو قرى. ومن حرية الرأي تقديم النصيحة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وقال أيضاً: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وقد طبقت حرية الرأي في العصور الأولى من تاريخنا الإسلامي. فهذا الصحابي الجليل الحباب ابن المنذر يبدي رأيه الشخصي في موقف المسلمين في غزوة بدر على غير ما كان قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام برأيه. ومما ينبغي للمسلم وهو يستعمل حقه في إبداء رأيه أن يتوخى في ذلك الأمانة والصدق، فيقول ما يراه حقاً وإن كان هذا الحق أمراً صعباً عليه. ومما ينبغي التنبه له أن حرية الرأي مكفولة، لكن لا يجيز هذا الحق إبداء الرأي في الوحي، وهذا ليس حداً لحرية الإنسان ولكنه ضمان لسلامته. فالوحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والوحي لا ينطق عن الهوى. وإبداء الرأي إما أن يكون عن هوى النفس، وهذا مرفوض على كل حال، فكيف بالوحي؟ وإما أن يكون عن عقل وتفكير، فكيف للعقل المحدود أن يبدي رأيه في الوحي المطلق؟ ففي معركة بدر
سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الماء، فلما جاء أدنى ماء بدر نزل عليه فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتعداه ولا أن نقصر عنه، أم هو الرأي والمكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والمكيدة. قال الحباب: يا رسول الله، ليس بمنزل، ولكن انهض حتى تجعل القلب كلها من وراء ظهرك، ثم غور كل قليب بها إلا قليبا واحدا، ثم احفر عليه حوضا فنقاتل القوم ونشرب ولا يشربون حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أشرت بالرأي، ففعل ذلك. أما حينما يكون الموضوع شرعياً فمرد أي اختلاف فيه يجب أن يكون إلى الوحيين، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أيها الإخوة الأحباب، ومن ضوابط إبداء الرأي في الإسلام احترام الرأي الآخر ما دام لا يعارض نصاً شرعياً صحيحاً وصريحاً. وهنا تبرز مقولة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. أما تطبيق هذا المبدأ الإسلامي، أعني به حرية الرأي، على واقعنا السوري اليوم وفي الأيام القادمة، فيتمثل فيما يلي: أولاً، المرحلتان الحالية والقادمة، كما أنهما تحتاجان إلى تضافر الجهود، فإنهما تحتاجان أيضاً إلى تضافر الآراء، ويتمتع الجميع بالعمل بروح الفريق، وألا يكون هناك مجال للإقصاء، فرأي الجميع مطلوب ومحترم وفق الضوابط السابقة، والحكم على نيات الناس ليس من شأن البشر. ويجب أن نجعل من اختلاف الآراء، والذي هو سنة كونية، اختلاف تنوع وإثراء، لا اختلاف تضاد وتنافر. أيها الإخوة الكرام، ثانياً، التناصح مطلوب، بل هو فريضة إسلامية، فليس المطلوب الاستماع إلى رأي الآخرين فحسب، بل لا بد من إسداء النصيحة عند الخطأ، ولا بد من أن نعود أنفسنا على قبول النصيحة، فليس الذي يقبل النصيحة أقل أجراً من الذي يسديها. فنحن نتعاون فيما اتفقنا، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا، أو نحن نتعاون فيما اتفقنا وينصح بعضنا بعضاً فيما اختلفنا. ثالثاً، اعتماد مبدأ الشورى، فالله تعالى وصف مجتمع المؤمنين فقال: وأمرهم شورى بينهم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالشورى، والأمر لنا حكم، فقال: وشاورهم في الأمر، وإن كان هناك إنسان في الأرض يمكن أن يستغني عن الشورى فهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يوحى إليه، ومع ذلك فقد كان يشاور أصحابه. رابعاً، أن نتوجه إلى العمل الجاد الذي يسهم في رفع المعاناة عن بلدنا وشعبنا، ونكف عن نقد الآخرين من دون عمل، فلكل موقعه ودوره ومهمته، والذي لا يعمل هو الذي لا يخطئ. وهذا ليس دعوة إلى الرضا بالخطأ، ولكنه دعوة إلى العمل على تصحيح الخطأ، بدلاً من الاكتفاء بالنقد وحده. اللهم ارحم شهداء سوريا، واشف جرحانا، وفك أسر المعتقلين، وهيئ لنا فرجاً عاجلاً ونصراً قريباً يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.